ونروح لموضوع اكثر اهميه، احمد الشيخ يعني. طبعا 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 الشيخ احمد، اذا عايزين نسميه الشيخ احمد. الشيخ احمد. الله مبروش. رؤيتك للازمه دي ايه؟ والله انا شايف ان هذه الازمه اتخلقت من الفراغ. يعني شايفها من الفراغ، واللي خلقها يعني حاجات كده ملهاش علاقه بالواقع. يعني انا التفاصيل كلها عارفها الحاج محمود الشامي. وفيها وجهات نظر، وفيها وجهات نظر ايه تميل لعدم وجود ازمه. يعني الحاج محمود عارف لجنه شؤون اللاعبين، وعارف التسلسل بتاع الحدوته ايه، وعارف العقود القديمه اللي اتلغت ايه، وعارف تجديد العقود الجديده اتعمل فيها ايه، كل ده موجود. هو ليه الاهلي؟ الاهلي خلي بالك قليل التشنج. يعني الاهلي عمره ما بيصاب بتشنجات عصبيه، لانه ايه؟ عنده حاله سواق نفسي، راجل شبعان طول الوقت وعنده بطولات وعنده، فالانسان السوي ما يصابش بالتشنجات، ما بيبقاش عصبي المزاج. انما ليه الاهلي المره دي اصر ان ده حقه؟ لان هو حس ان ده بدا الغضن يتزايد. يعني كل واحد دلوقتي عايز يبقى بطل الحته او الفتوه الجديد، فبدا ايه؟ لازم يخبط في الاهلي. مع ان يا جماعه اصعب حاجه ان المؤسسات الكبيره زي الاهلي والزمالك ما تقعش، انت دايما طول الوقت حافظ على هذه المؤسسات. طبعا دي كيانات لانها عظيمه. دي كيانات، ده جزء من الدوله المصريه. طبعا يعني جزء من تاريخ الدوله المصريه. طبعا هي المؤسسات الكبيره دي ومشجعينهم هم الشعب. فانا بستعجب انت ليه بتتلذذ انك ايه تكسر الاهلي وفي موضوع زي ده؟ تكسره ليه؟ وبعدين كسرته مره واثنين وثلاثه، وبعدين ادعاءات طول الوقت تطلع اشاعات، اصل الشرطه بتكره الاهلي، اصل الجيش بي... يا جماعه مش ما فيش حد يلعب بالحاجات دي، دي اوراق خطر. يعني انت ده اوراق خطر لما تتكلم عن اهلي او جمهوره وتقرن الدوله اللي هي مؤسسات الكبيره في الدوله تقول ان هم بيكرهوا الاهلي. يا جماعه ده فاضي. ده اسمه جيش الشعب المصري، واخد بالك؟ ده اسمه شرطه مصر. فالناس بتلخبط بالكلام في سياق غريب جدا، انا مش فاهمه، مش عارف الناس بتقول الكلام ده على اساس ايه. مين اللي قال لك ان الشرطه هتبقى ضد الاهلي؟ ومين اللي قال لك الجيش المصري يبقى ده جيشنا كلنا؟ طبعا. مين قال لك المشير، اصل المشير الكبير زعلان مش عارف ايه؟ كلام مجاني لا وضعيف له، ملوش اصل من الصحه ولا وجود. بالظبط كده. انما انت ما ترميش مؤسسات عظيمه وكبيره وسنادت مصر واللي احنا عايشين بامانها، ما تدخلهاش في معطلك عشان تكسب مكسب صغير. يعني انا نفسي الناس تراجع نفسها في الكلام اللي بتقوله، ما يبقاش اللي عايز يقول حاجه يقولها كده. بالظبط. لان مصر مش بتاع. انا شايف ان معركه احمد الشيخ دي معركه اساسا صنعت، انا وجهه نظري انها صنعت من فراغ عشان تنتهي النهايه اللي هي اللي احنا شايفينها دلوقتي. اللي احنا شايفينها دلوقتي.